أول يوم في العام الهجري الجديد 1441، وإحنا في سلطنة سكوتو أو مدينة سكوتو اللي هي فيها أسست الخلافة الإسلامية في عصر السيد المرحوم المرضي عنه بإذن الله سبحانه وتعالى الشيخ عثمان دانفوديو، اللي إحنا واقفين هنا جنب المرقد بتاع سيدنا عثمان دانفوديو هو وابنه والاثنين، ودي كانت غرفة لمراته اللي اسمها حواء اللي هو دفن فيها هو وابنه ابنه محمد بلو وانت محمد عتيق، دفنوا كلهم من هو. وبدأ عثمان السيد عثمان دانفوديو أو الشيخ عثمان دانفوديو العمل بتاعه، أو هو عنده 20 سنة لما تعلم العلم في النيجر في مدينة مراتا في النيجر، وبعدين أتى هنا هو ثم إلى تاجر، ذهب إلى تاجر وأتى إلى هنا فلقى السلاطين المسلمين يحكمون بالظلم، فأراد أن يحقق العدالة الاجتماعية في الإسلام، فنشر دعوته بين أبناء الشمال جميعا وحاربوا كل السلاطين الظلمة دول، كما نرى اليوم حادث مع كل الناس اللي بيحاولوا ينشروا الإسلام من خلال وجهة نظر العدالة الاجتماعية، حاربوه حرب ضروس ونفوه أكثر من مرة، والسبب هجرانه من هنا إلى جدو، وخلوه يهاجر أو نفوه من هنا لمنطقة اسمها جدو. كم كيلو جدو بعيدة؟ حوالي 70 كيلومتر. مخرج من هنا 70 كيلومتر من هنا هو لجدو، بعدين رجع تاني مرة أخرى لما حب إنهم يتخلصوا منه، وبمجموعة صغيرة جدا من المؤمنين الذين صدقوا مع عهد الله عليه بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليم الإسلام وتعاليم القرآن، استطاعوا أنهم يقفوا أمام الطغاة من الحكام المسلمين السلاطين في هذا المكان في القرن 18 الماضي، واستطاع بعد كده هو أنه ينشر العلم وينشر العدالة الاجتماعية في الإسلام، والمكان ده يعتبر جزء مهم جدا من التاريخ الإسلامي في العالم، خاصة في غرب أفريقيا اللي احنا بنتكلم عنها، انها هي التي استطاع من خلالها الإسلام ان يبقى هنا وينتشر لربوع أفريقيا كلها عن طريق قبائل الهوسة اللي هم ما كانوا يتكلموا اللغة بتاعتهم في ذلك الوقت. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى لشيخنا وخليفتنا وسلطاننا عثمان دانفوديو رحمة الله عليه فيما قام به من إنجازات في هذا العصر، وندعو لمن أتوا بعده ليقيموا العدل ويقيموا العدالة والحرية في هنا أيضا. أي شيء تاني تحب نقوله؟ نعم. Anything else؟ نعم. والنهاردة بقى ندعوكم جميعا أن أنتم تيجوا هنا هو عشان تعرفوا تاريخكم، الشباب والشابات المسلمين لابد يعرفوا تاريخ كيف صبر المسلمين في كل مكان في العالم على أن يثبتوا الدين الإسلام الحنيف في أرض الله في ملكوت الله في كل مكان في العالم، سواء كان في نيجيريا أو في مالي أو في السنغال أو في نيجر أو في تشاد أو في السودان إلى آخره إلى آخره إلى آخره، من غير ما نعرف تاريخنا ومن غير ما نعرف كيف ضحى أجدادنا وأسلفنا من أجل انتشار الحق والعدل ومن أجل إقامة العدالة الاجتماعية للناس للبشر كلهم. زي ما قلت في الأول، كانت حركة عثمان دانفوديو رحمة الله عليه ليست ضد غير المسلمين، بل كان ضد الطغاة من الحكام المسلمين في هذه الأماكن، واستطاع بفضل صدقه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم صدقه وإيمانه برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجمع أبناء قبائل الهوسة في الشمال ويزيح هذا الغم، والآن ما زالت ذكراه في جامعات وفي دراسات في نيجيريا وخارج نيجيريا. فللشباب اللي أمثلكم إن شاء الله نهارده الجمعة إن شاء الله تكون هي أول أيام أو غدا أول أيام سنة الهجرية الجديدة 1441، تأتوا هنا لتتكبدوا العناء وتعرفوا تاريخكم وتذهبوا لكل مكان في أفريقيا التي أهملناها ولا نعرف تاريخها ونعرف كيف انتشر فيها الإسلام ولا كيف بقى الإسلام ولا كيف استمر الإسلام إلى يومنا هذا في هذا المكان وفي كل مكان آخر. زي ما رأينا العثمانيين أتوا من حدود الصين في اليوغور قبائل اليوغور إلى أن أسسوا الدولة العثمانية في تركيا. وجزاكم الله خير، جزاكم الله خير، وجزاكم أراكم هنا
ان شاء الله نراكم هنا قريبا ان شاء الله في سوكوتو. سوكوتو شمال غرب نيجيريا. نيجيريا. وان شاء الله وتاتوا تزوروا الاماكن الجميله دي وتتعلموا تاريخ العظماء الذين ثبتوا الدعوه الاسلاميه في كل مكان في العالم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.